شوبينج صار اهلا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين، ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. إذا شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأنه إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. فيلفورم براشي يسشوار وفرشاية بنفس الوقت، يعني بتطلع هوا وبنفس الوقت بتمشط. هي على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي ونخفف الهوا والحرارة مثل ما بدنا، ومنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا قد ما يكون الشعر صعب تمليسه. هالفيلفورم براش بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 48 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. اتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بقعدتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بقي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال بوشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات، مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال بوشر، بسعر 28 دولار بس واصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه توصيل اضافيه. رويال بوشر كفيل للتخلص من اوجاع الظهر والرقبه. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. مين منا ما بحب يعمل مساج، وكتير اوقات منضطر نروح على نوادي خصوصي، بس مع سلف مساجر ما بقى نعطي الهم هالموضوع، وحتى اذا ما كان في حدا حدنا صار فينا نقضي حالنا بحالنا بحيا لوقت كمان وبالقوه يلي بتناسب جسمنا. كتير اوقات منحس باوجاع وبكتير ستريس او بكتير تعب كمان. سلف مساجر فينا نستعملها على الرقبه، على الظهر، على الكتف، على الخصر وعلى الارداف، يعني بمختصر فينا نستعملها على كل الجسم. وكمان هالاله فينا نستعملها بالبيت، بالمكتب ووين ما كان، مزوده بانفراريد كما انها كفيله بتحسين الدوره الدمويه. اهم شيء انه ما لها صوت وما بتلبد ابدا. سلف مساجر مكفوله على مده سنه، بتحصل عليها ب 50 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه توصيل اضافيه. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. تراستيكين هي عصا للتعكيز كتير متطورة وسعرها بس 39 دولار، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح لكم كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا وفي 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. اتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تراستيكين بس ب 39 دولار فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بالدقيقة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم فري ديليفري. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سجن تبولة انحلت هالمشكلة، هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، كل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك،
ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت، كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل المكسرات وحتى الجزر، بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة سنتين، وفيكن تحصل عليها ب $32 بس وين ما كنتوا بلبنان، وبيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببسلرة على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم فري ديليفري. فاكيوم كلينر ايكوماتيك هالمكنسة اللي حجمها صغير تنقدر نتنقل فيها بريحة ومفعولة كبير بقوة 2200 وات، يعني بتسحب وبتشفط كل شيء. مزودة بإيبا فلتر للناس اللي معهم ربو أو ضيق بالنفس، خاصة إذا كان عنا أولاد صغار. وفيها كمان كربون فلتر يلي بيحمي الموتار من الغبرة وتسرب الهواء من الزوايا ومفاصل المكنة. الأكسسوار بيجي إيرو ستاندرد، وفرشيتها فينا نستعملها للبلاط وللباركي، بس نطلع الفرشية لبرا وللسجاد بس نفوت الفرشية لجوا. فيها تلسكوبيك تيوب بيتطول وبيتأثر مثل ما بدنا وحسب ريحتنا، ومزودة بأكسسوار للبرادة والفوتويات ولزوايا الألومنيوم، وبيجي معها كيس قماش. قوة هالمكنة قادرة تسحب هالطابة البولينج التقيلة، وقادرة تسحبها بأخف قوة بالمكنة، وقد ما نهز فيها ما بتوقع الطابة إلا ما نطفيها نهائياً. إيكوماتيك متوفرة بلونين، الأزرق والبوردو، ومكفولة لمدة سنتين، وبتحصل عليها ب $100 بس وين ما كنتوا بلبنان. ما لكم إلا تتصلوا ببسلرة على 01-44-55-55. هول كانوا الأيتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلرة على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.